ظلم حد ولا جعل حد ولا اي حاجه خالص. كل الناس بتحبه، حتى كل الناس في الاسم حتى بتحبه، المساعدين والمخبرين اللي شغالين معه كلهم بيحبوه، مفيش حد خالص بيكرهه. وبعدين كان نعمل لابن البار بيا وبوالدته وبأخواته، وكان اي مشكله تقولها له على طول يخلص. الحمد لله الناس كلها بتحبه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وربنا يكرمنا في اولاده، يعني ربنا يكرمنا في اولاده. قتله سفله، لازم القصاص، لازم القصاص. الحكايه المحاكم والبتاع اللي بيحصل ده، لا 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 لا، لازم القصاص. الحكم بالكثير قوي، بالكثير اسبوع وشهر، بالكثير قوي. لان ده قاتل، حتى هتعمل له ايه؟ ده قاتل. مصر عايزه قوه، عايزه دكتاتور عادل، دكتاتور عادل. اللي يغلط مقصلة، ما يسيبش حد. مصر هتبقى أحسن دولة في العالم. بقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر عايزة قصاص، اللي يخطأ يشيل خطأه، وبالذات مع القتلة السفلة دي. بعد الحمد لله ابني ما كانش بيخاف، لأن أنا عاني مربيه على كده. بقول له يا ابني القضاء ده حاجة قضاء الله، قضاء الله وقدره، لو ربنا كاتبه لك هتشوفك فما تخافش. فما كانش بيخاف الحمد لله، وقابل بطل ومات شهيد ومات الحمد لله، ربنا يكرمنا.